الرئيس السيسي وجه بتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة الإنتاجية القصوى من المياه. الإمدادات الطبية تتدفق على الهند مع اقتراب وفاة كورونا من حاجز 200,000. ووزير الدفاع الروسي يقول إن موسكو ستفعل ما يلزم لضمان أمن حدودها. الثانية عشر ظهراً على 10 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. مرحباً بكم، وبداية هذه النشرة مع زميلتي دانا مدحت. لك دانا، أهلاً بك دعاء. أهلاً بكم مشاهدينا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق أحدث وسائل الري من أجل تعظيم الاستفادة الإنتاجية القصوى من المياه، كذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ووزيري الري والزراعة وعدداً من المسؤولين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي وجه أيضا بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وبزيادة رقعة الأراضي الزراعية لإقامة مجتمعات تنموية وسكنية لتتكامل مع استراتيجية الدولة للتوسع في الزراعة المتكاملة والاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لاستصلاح الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، خاصة مشروعات استصلاح الأراضي الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء وإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للتوسع في الزراعة المتكاملة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، وبالتكامل مع المشروعات الأخرى المماثلة خاصة في الدلتا الجديدة في شمال غرب البلاد، وكذلك في منطقة تشكى وشرق العوينات بجنوب الوادي. كما وجه السيد الرئيس بتوفير أحدث المعدات والآلات لاستصلاح الأراضي المستهدفة في سيناء، واستكشاف أفضل الأنشطة الزراعية، وتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة القصوى من المياه بشكل اقتصادي ومضاعفة الإنتاج كمًا وكيفًا. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للأراضي المستهدفة في شمال ووسط سيناء لإقامة المشروع القومي للزراعة المتكاملة في تلك المنطقة، وذلك بالتنسيق بين جهات الدولة المختلفة، بما في ذلك حصر ودراسة البيانات الخاصة بالرفع المساحي وطبيعة التربة، وكذلك الوقوف على نسب الإنجاز الذي تم بالفعل في الأراضي التي تم تخصيصها في السابق، كما تم عرض جهود تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتوفير الموارد المائية للمشروع، بما فيها مسارات مياه الري في مناطق الزراعة المستهدفة، وأيضاً جهود الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة المتاحة حالياً. أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك إنتاج شركة سينوفاك الصينية،
وأكدت هيئة الدواء أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا وتوفير اللقاحات التي يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس والعمل على توفيرها لكافة المواطنين. نوهت بالحرص على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة من أجل الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذات جودة عالية. أوضحت الهيئة أن عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ بلغ 5 لقاحات. تقوم دولة بكل ما يلزمها لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وكانت مصر من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الطبية والوقائية ضد هذا الفيروس. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 876 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 167900 حالة. أوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 991 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملية للفيروس، لافتا إلى وفاة 58 حالة جديدة. ذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 223514 حالة، من ضمنهم 13107 حالات وفاة. أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 147 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات والناتجة عن الفيروس أكثر من 3,253,000. وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إن الوضع في الهند محزن، وأضاف أن المنظمة أرسلت المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات للمساعدة في مكافحة الجائحة. تدفقت الإمدادات الطبية على الهند مع تجاوز الوضع فيها طاقة المستشفيات على الاستيعاب، ومع زيادة عدد الإصابات واقتراب حصيلة الوفيات من حاجز 200,000 وفاة. هذا وقد وصلت إلى الهند أولى شحنات المساعدات الطبية البريطانية، ومن ضمنها 100 جهاز تنفس و95 أسطوانة أكسجين. هذا وقد أعلنت المفوضية العليا البريطانية في نيودلهي
إنه سيتم إرسال 9 حاويات جوية محملة بالمعدات، وتعد بريطانيا واحدة من دول كثيرة قد أعلنت إرسال مساعدات إلى الهند، والتي تواجه أزمة وبائية خطيرة مع بلوغ الإصابات والوفيات بكوفيد 19 أرقاما قياسية. أعلنت أستراليا حظر الرحلات الجوية القادمة من الهند لمدة أسبوعين، وذلك بسبب تزايد خطر الإصابة بعد كورونا. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده ستمنح الهند مساعدات طبية لمساعدتها في التعامل مع أزمتها الصحية. واصلت الإدارة التخصصية بالقوات المسلحة القيام بأعمال تطهير والتعقيم للأماكن التي يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومي في رمضان، وذلك من أجل تجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. وقامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من المساجد الكبرى التي تشهد إقبالا من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المبارك. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. استكمالا لدور القوات المسلحة الوطنية في مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومي في رمضان، وذلك لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث قامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من المساجد الكبرى التي تشهد إقبالا من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم، حيث تم تطهير وتعقيم مسجد الفتح برمسيس. ومسجد النور بالعباسية. ومسجد عمر مكرم بالتحرير. ومسجد الخازندار بشبرا. ومساجد السيدة نفيسة. والسيدة زينب. والسيدة عائشة. وشملت أعمال التطهير والتعقيم الوقائي واجهات المساجد والأرضيات والحوائط، واستخدمت في أعمال التطهير والتعقيم المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج. يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير كافة إمكانيتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن إصابات كورونا الجديدة سجلت أدنى زيادة لها على أساس أسبوعي منذ بداية مارس، لكن الضغط على المستشفيات ظل كبيرا مع ارتفاع عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة، وارتفعت الإصابات الجديدة بنسبة أكثر من 3% مقارنة بأسبوع مضى مع استمرار تراجع الزيادة على أساس أسبوعي بعدما تجاوزت 6% في منتصف إبريل. وصل عدوى الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 32,076,000 حالة، وذلك وفقا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بينما ارتفع عدوى الوفيات إلى 572,194 حالة وفاة. وتعد كاليفورنيا هي أكثر الولايات تضرراً من هذا الوباء، تليها نيويورك وتكساس. وحول ملف اللقاحات، أوسط المراكز الأمريكية السيطرة على الأمراض والوقاية منها للنساء الحوامل، وذلك بالحصول على لقاحات فايزر وموديرنا،
وجاءت توصية في أعقاب صدور بيانات أولية عن دراسة كبيرة أجراها باحثون بأن اللقاحات التي تصنعها الشركتين آمنة للنساء الحوامل. أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستمنح دولا إضافية 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بعدما أثار قرار عدم تصدير هذا اللقاح لانتقادات. وقال مستشار البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا إن الحكومة الأمريكية لا تزال في طور التحضير لهذا الإجراء ومتعهدا بتقديم تفاصيل عن الجهات التي ستستفيد من هذه اللقاحات في وقت قريب. أضاف أن وكالة الأدوية الأمريكية ستشرف على هذه الجرعات وضمان سلامتها قبل عملية التصدير. طلبت الحكومة الإقليمية لمقاطعة أونتاريو الكندية دعم القوات المسلحة ومنظمة الصليب الأحمر الكندي لها، وذلك في مواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا. وقال ستيفن وورنر المتحدث باسم المحامي العام في أونتاريو أن المقاطعة تعمل مع الحكومة الفيدرالية من أجل نشر مزيد من الأطقم الصحية، وذلك من أجل المساعدة في ظل ارتفاع عدد المصابين في غرف الرعاية المركزة. أوصى رئيس الوزراء الياباني شيهيدي سوغا قوات الدفاع بإنشاء مركز كبير للتطعيم ضد فيروس كورونا في العاصمة طوكيو لإيصال جرعات اللقاح المضاد إلى فئة كبار السن. أوضح وزير الدفاع الياباني أنه من المقرر إنشاء المركز في طوكيو في 24 من مايو المقبل، وتولى الأطباء والممرضات من قوات الدفاع الذاتي عملية التطعيم على مدى 3 أشهر. كانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأت في اليابان يوم 17 فبراير. في المرحلة الأولى تم تطعيم أكثر من 4.5 مليون موظف في قطاع الرعاية الصحية، وفي 12 إبريل بدأت حملة تطعيم اللقاح للمسنين. تواصل في ماليزيا المرحلة الثانية من برنامج التطعيم ضد وباء كورونا، وبدأ الماليزيون الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر والذين يندرجون ضمن الفئات الأكثر خطورة بالحصول على اللقاحات، ويتم إعطاء أكثر من 21,000 جرعة في المتوسط يوميا منذ بدء حملة التطعيم، حيث تهدف ماليزيا إلى تلقيح 27 مليونا من سكانها والبالغ عددهم 33 مليونا بحلول نهاية العام الجاري. جهود كبيرة تبذلها مختلف الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا ولإعطاء المزيد من مواطنيها جرعات اللقاح المضاد للفيروس. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت عقب اجتماعها مع حكام الولايات الألمانية أن بلادها ستفتح التطعيم باللقاحات لجميع البالغين في شهر يونيو المقبل، وذلك بناء على توقعات بأن ألمانيا ستتلقى 80 مليون جرعة من الشركات المصنعة للقاحات في الفترة المقبلة. جديد كورونا في بريطانيا، إعلان الحكومة أنها لا تستطيع التحرك لبدء تحقيق عام فوري في طريق تعاملها مع أزمة فيروس كورونا بسبب انشغالها في التعامل مع الجائحة. وشدد رئيس الوزراء بوريس جونسون على التزامه بإجراء التحقيق، لكنه لم يحدد بعد جدولا زمنيا للقيام بذلك. وجاء إعلان الحكومة البريطانية في رسالة إلى المحامين الذين يمثلون العائلات التي فقدت ذويها خلال الجائحة. أما فرنسا فقد شهدت عودة الدراسة في الحضانات والمدارس الابتدائية، وذلك بعد عطلة دامت أسبوعين. وزار الرئيس ماكرو إحدى المدارس للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية، حيث تعهد ببذل قصارى جهده لكي تبقى المدارس مفتوحة خلال أطول مدة ممكنة. وفي إيطاليا تم استعادة الحياة الطبيعية بعد أشهر من الإغلاق، وذلك في المناطق الأقل عرضة للإصابة بكورونا. كما شهدت إيطاليا الإعلان عن تسجيل أول إصابتين بالسلالة الهندية المتحورة من كورونا، وذلك في منطقة فينيتو بشمال البلاد. السلطات الصحية البرتغالية أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أغسطس الماضي.
ومنذ بدء الجائحة سجلت البرتغال أكثر من 169 ألف حالة وفاة وأكثر من 8,346,000 إصابة. أسيويا وفي باكستان ناشد الجيش المواطنين الالتزام بالإجراءات المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، وقال الجيش إن قرار نشر أفراد منه في بعض الأقاليم يهدف إلى مساعدة الحكومة ومساعدة وكالات إنفاذ القانون لمنع تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن نسبة الحالات الإيجابية ارتفعت لأكثر من 5% في 91 مدينة باكستانية، فيما تتعرض مرافق الرعاية الصحية لضغط هائل مع تزايد أعداد مرضى الرعاية الحرجة بشكل يومي. وفي تونس استبعد رئيس الوزراء هشام المشيشي فرض حجر صحي شامل وغلق للحدود خلال هذه الفترة على إثر تفشي وباء كورونا، وأوضح المشيشي أن الحكومة التونسية تقدمت بطلبات للحصول على ملايين الجرعات وقامت بدفع تكلفة نسبة كبيرة منها، لكن الحصول عليها يتطلب مجهودات إضافية من الدبلوماسية التونسية. أعلنت وسائل إعلام عراقية عن استهداف رتل عسكري تابع للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين قرب النصرية. وعلى صعيد آخر ألقت السلطات الأمنية القبض على 13 عنصرا إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش في محافظة نينوى. ذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق أن المقبوض عليهم توزعوا بصفة مقاتلين في مجموعات منضوية تحت ما يسمى بالمعسكرات العامة. تنتهي غدا الأربعاء المهلة المحددة للتقدم بطلبات ترشح في الانتخابات الرئاسية السورية. وكان رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ قد قال إن عدد طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قد بلغت حتى الآن 29 طلبا، ومن بينهم الرئيس بشار الأسد وكذلك أول سيدة ترشح لهذا المنصب، حيث من المقرر أن تجري الانتخابات في 26 من شهر مايو المقبل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي بأن الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسير عن بعد، وتم التعامل معه وتدميره حسب قواعد الاشتباك. أضاف أن تحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها. أعلنت السلطات التونسية الكشف عن خلية لتمويل العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على عدد من عناصرها. وأوضحت بذلك السلطات التونسية بأن المتهمين اعترفوا بإيصال تمويلات لأكثر من 15 عنصرا إرهابيا. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين نواب البرلمان الأوروبي إلى تأييد اتفاق التجارة الذي جرى التوصل إليه أواخر العام الماضي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من التكتل. وقالت إن الاتفاقية تحمي حقوق المواطنين الأوروبيين والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتضمن حماية عالية لمعايير الشفافية البيئية والاجتماعية والضريبية. من المقرر أن يصوت النواب الأوروبيون اليوم على الاتفاق. وللمزيد ينضم إلينا الآن من لندن كايد عمر الكاتب والمحلل السياسي. سيد كايد، بعد التحية، السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا إن لم يتم تأييد هذه الاتفاقية، اتفاقية التجارة، أو إن تم تأجيل هذا التأييد؟
يعني من غير المرجح أن يتم ذلك، ومن المحتمل جدا. وطبعا أنا أعتبر بأن ما سيحدث اليوم هو فقط من قبيل الإجراءات الروتينية التي اعتاد عليها البرلمان الأوروبي، كما حصل في بريطانيا. فإن بريطانيا لقد صادقت على هذه الاتفاقية التجارية ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين بريطانيا، واليوم الاتحاد الأوروبي هو يصوت بنفس الطريقة بالمصادقة على هذه الاتفاقية التجارية، يعني التي تعتبر جيدة وإيجابية ومن مصلحة الطرفين، والذي يعني أخذت الطرفين مدة سنتين من المفاوضات إلى الوصول إلى هذه الاتفاقية، بما تضمن مصالح الطرفين التجارية والاقتصادية، ويعني مصالح الشعب الأوروبي ومصالح يعني المواطنين البريطانيين. وطبعا هي يعني كانت حل وسط ومرضي للطرفين. ودعنا نذكر مرة أخرى مشاهدينا الكرام سيد كايد بأهمية هذه الاتفاقية، اتفاقية التجارة، والتي استغرق فعلا العمل فيها والاتفاق عليها مدة طويلة. هذه الاتفاقية الهدف منها مصلحة الطرفين، لكن نريد أن نذكر أهم النقاط التي جاءت في هذه الاتفاقية، وأهم النقاط أيضا التي كان عليها خلاف. سيد كايد، يعني هذا طبعا سؤال تفصيلي. يعني النقاط المهمة كانت هي طبعا تحديد حركة المواطنين، ويعني تنظيم الحدود ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وعودة السيطرة الكاملة لل يعني الدولة البريطانية المملكة المتحدة على حدودها، وإلغاء يعني حرية يعني المرور وحرية التنقل وحرية السكن من قبل الأوروبيين في بريطانيا ومن قبل البريطانيين في أوروبا. نعم. الآن هناك يعني قوانين تربط ذلك، ويعني هناك يعني فيز للعمل وللإقامة، وطبعا حق يعني التصويت في الانتخابات لقد تغير، وانتهت العلاقة ما بين أوروبا وبريطانيا من ناحية اقتصادية ومن ناحية يعني تكتل واحد، وأصبحت بريطانيا دولة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي بشكل تام، لها قوانينها ولها أنظمتها ولها نظام الجمارك ولها نظام التجارة الخاص فيها. وطبعا هذا تغيير كبير جدا مقارنة مع أنها كانت سوق أوروبية مشتركة موحدة، وكانت بريطانيا يعني ملتزمة بالقوانين التي تصدر من البرلمان الأوروبي، وكان لها أعضاء ممثلين لها في البرلمان الأوروبي، والآن لا يوجد يعني ممثلين لبريطانيا في البرلمان الأوروبي. أيضا طبعا حركة الطائرات و حركة السفن والقطارات ويعني البضائع تتنقل ما بين البلدين الآن بطريقة مختلفة، يعني بحيث أن هناك الكثير من الأوراق والكثير من المعاملات والضبط والربط، ويعني الأمور اختلفت تماما وبشكل كلي. طبعا هناك يعني تعاون أمني واقتصادي وتجاري وكافة أنواع التعاون، والآن طبعا هناك أنظمة جديدة يعني تنظم العلاقة الجديدة ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. نعم، وضحت الفكرة. سيد كايد عمر، الكاتب والمحلل السياسي من لندن، جزيل الشكر لحضرتك. اعترفت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن بتعرض أحد خوادم الكمبيوتر الخاصة بها لاختراق، مشيرة إلى أنها تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لأجل معرفة تفاصيل ما جرى. جاء ذلك بعد أن قام قراصنة بتسريب تقارير شرطية وعملية اعتقال ضالعين بأحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي، مذكرات داخلية، ونشروا صورا لبعض الوثائق المسروقة.
يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم محادثات افتراضية مع قادة نيجيريا وكينيا، في وقت تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى إظهار اهتمام بالقارة الإفريقية. ونظرا إلى الإجراءات المتخذة بسبب الجائحة، يلتقي وزير الخارجية الأمريكي عبر الفيديو مع الرئيسين النيجيري محمد بوخاري والكيني أوهورو كينياتا، كما يجري بلينكن جولة افتراضية في مواقع عدة بما في ذلك مستشفى ميداني وشركة الطاقة المتجددة تدعمها الولايات المتحدة في كينيا. قال الاتحاد الأوروبي إن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا ستستأنف اليوم برئاسة المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان إن المشاركين سيواصلون مناقشاتهم لبحث إمكانية عودة الولايات المتحدة لهذا الاتفاق ولكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق النووي. طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني طلب التحقيق في نشر تسجيل صوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف والذي أثار جدلا واسعا في البلاد، ووصفت الرئاسة الإيرانية التسريب بأنه مؤامرة ضد الحكومة والمصالح الوطنية للبلاد. تضمن تسجيل المسرب حديثا لوزير الخارجية الإيراني عن عدة قضايا. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بأن موسكو ستفعل ما يلزم لضمان أمن حدودها. واعتبر شويغو بأن نشاطات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأوروبا قد تساهم في زيادة التهديد العسكري. وكشف المسؤول الروسي بأن بلاده وطاجكستان قررتا إنشاء نظام مشترك للدفاع الجوي. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مشروع قانون انسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة سيرفع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال أيام. جاء الإعلان الروسي في مداخلة رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات فيينا حول الأمن والرقابة على الأسلحة، وأشار إلى أن مشروع القانون سيبحثه مجلس الدوما والاتحاد في الجمعية الفيدرالية الروسية، معربا عن قلقه إزاء عدم تنفيذ حلفاء الولايات المتحدة في الناتو وكذلك أوكرانيا وجورجيا التزاماتهم بموجب المعاهدة. جددت الحكومة اليابانية مخاوفها بشأن التوسع العسكري الصيني والأنشطة المتنامية لبكين في بحري الصين الشرقي والجنوبي. وقالت الخارجية اليابانية إن توسع الصين في اقتناء قدرات عسكرية واتباع إجراءات أحادية يهدف إلى تغيير الوضع الراهن في المياه الآسيوية. وانتقد تقرير الخارجية اليابانية قانون خفر السواحل الصيني الجديد الذي دخل حيز تنفيذ في وقت سابق من العام الجاري ويسمح باستخدام القوة من قبل خفر السواحل في المياه المتنازع عليها. قتل 5 أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلحون مجهولون بإقليم نينجرهار شرقي أفغانستان. وقالت مصادر أمنية أن مسلحين أطلقوا النار على دار ضيافة مملوكة لعضو سابق في حركة طالبان، كما أضاف أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. والآن مشاهدينا وقفة مع أخبار الاقتصاد. نفى المركز الإعلامي المجلس الوزراء ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين. وأعنى المركز الإعلامي المجلس الوزراء أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي شددت على استقرار أسعار السلع الأساسية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية ومع فروع مشروع جمعتي دون أي زيادات، بل وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنحو 15%، فيما تصل نسبة التخفيض إلى 25% لبعض السلع، مع توفر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.
توقعت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية ارتفاع عائدة السياحة في مصر بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، وذلك عقب عودة نشاط السياحة الروسية من جديد. اعتبرت مؤسسة جولدمان ساكس أن استئناف الرحلات الجوية الروسية من جديد بمثابة الدفعة الكبيرة لانتعاش قطاع السياحة في مصر. تواصل دولة ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 25%، وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصلحي توافر كافة السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية والتي يصل عددها إلى 1350 مجمعا استهلاكيا. بلغت قيمة استثمارات المشروعات التنموية والخدمية بسيناء ومحور قناة السويس والتي تم تنفيذها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى 2020 نحو 18.5 مليار جنيه. وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إن الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة يتولى خلال العام المالي الحالي تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء باستثمارات حوالي 7.8 مليار جنيه. رأست وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد اجتماع لجنة استراتيجية تنمية الأسرة، وذلك من أجل مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة 2021-2023 تمهيدا للعرض على رئيس الوزراء. وقد شارك بالاجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي نبيل القباج ورئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، وأيضا بحضور مدير المركز الديموغرافي أميرة وادروس، والتي استعرضت خلال الاجتماع عناصر الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة 2021-2023. تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2021-2022 تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي وفائض أولي بقيمة 1.5%. المزيد في هذا العرض والذي يقدمه لنا الزميل أحمد أبو زيد. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى هذه الوقفة الاقتصادية التي سنعرض خلالها لأبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 التي ستعكس توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم رغم ما فرضته وتفرضه تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من تحديات مختلفة. فخلال العام المالي المقبل 2021-2022 فإن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو على المدى المتوسط بنسبة 5.4% للناتج المحلي إلى جانب تحقيق العجز الكلي بمقدار 6.7% والوصول إلى فائض أولي بنسبة تصل إلى 1.5%. أما عن إجمالي مصروفات موازنة العام المقبل فإنها تبلغ وفقا للتقديرات نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات 1.365 تريليون جنيه. تشمل موازنة العام المقبل زيادة غير مسبوقة للمخصصات المالية للاستثمارات العامة لتصل إلى أكثر من 358 مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ 27.6%. تشمل موازنة العام المقبل أيضا تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد 6 مليارات جنيه للبنوك كأقساط مبادرة السداد المبكر النقدي البالغ نسبته 85% من المستحقات المتأخرة للمصدرين، في حين جرى تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، و2.2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة وإحلالها لتعمل بالغاز الطبيعي. موازنة العام المقبل تتضمن أيضا تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، إلى جانب زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة بلغت 11.14% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي،
إضافة إلى منح وحوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه، مع تخصيص 2.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذلك زيادة في حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بكلفة سنوية إضافية تبلغ 0.5 مليار جنيه. يتضمن مشروع الموازنة الجديدة أيضاً تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، لتشمل أكثر من 87 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات التضامنية وبرنامج تكافل وكرامة، بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3,600,000 أسرة من الأسر الأقل دخلاً، فضلاً عن تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، السويس وجنوب سيناء. 7,800,000,000 جنيه تخصص للدعم النقدي ودعم المرافق للإسكان الاجتماعي، بما يسهم مباشرة في تخفيف الأعباء عن المواطنين مستحقي هذه الخدمات. بهذا إذن نكون قد عرضنا مع حضراتكم أبرز ملامح مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2021-2022، والتي ينتظر أن يبدأ العمل بها مطلع شهر يوليو المقبل، والتي تصل المستهدفات فيها لتحقيق فائض أولي يبلغ 1.5%. استقرت أسعار الذهب في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، واستقر سعر الذهب في السوق الفورية عند نحو 1,781 دولار للأوقية، في حين استقرت أسعار عقود الذهب الأمريكي الآجلة عند نحو 1,780 دولارا للأوقية. انتعشت أسعار النفط بعد انخفاضها خلال الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، والتي تعاني الآن من تصاعد وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. أعرب عدد من شباب مصر الدارسين في الخارج عن رغبتهم في دعم وطنهم والترويج لحق مصر في نهر النيل. جاء ذلك خلال لقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة مع عدد من الشباب الدارسين بالخارج للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم من أجل دعم حقوق مصر المائية. وتم الاتفاق على إمداد شباب الدارسين بالمعلومات ومشاركتهم في إعداد مواد فيلمية للترويج لحقوق مصر المائية. والآن هذه وقفة مع أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إجراء قرعة كأس العرب 2021 اليوم الثلاثاء في قطر في 8 مساء بتوقيت القاهرة. سيشارك 23 منتخبا عربيا بينهم المنتخب الوطني في البطولة، والتي ستبدأ في الأول من ديسمبر وتنتهي في 18 من الشهر نفسه. تم الإعلان عن التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة، حيث تقام 7 مواجهات مباشرة تحسم بطاقات التأهل لنهائيات البطولة. كما تأهلت 9 منتخبات مباشرة لنهائيات بينهم مصر بعد تصدرها المنتخبات العربية وفق تصنيف الفيفا الصادر في إبريل الجاري. يواجه الأهلي في 9:30 مساء المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة
من الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يمتلك المصري 29 نقطة في المركز الرابع. فاز الزمالك على فريق البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة 17 لبطولة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة وصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 في المركز 17 وقبل الأخير. حقق فريق الوحدات الأردنية فوزا تاريخيا على النصر السعودي، وذلك بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وبذلك الانتصار حقق الوحدات فوزه الأول في تاريخ مشاركته بالبطولة، ورفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير، بينما تجمد رصيد النصر عند 8 نقاط ليتراجع بذلك المركز الثاني في المجموعة الرابعة. ودخل النصر في حسابات معقدة للتأهل، حيث يتعين عليه الفوز على المتصدر فريق السد في الجولة الأخيرة للتأهل إلى الدور الثاني. يلتقي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في مباراة مثيرة مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. تأهل الريال كمتصدر لمجموعة ثانية في الدور الأول من دوري الأبطال، ثم تخطى أتلانتا في دور 16 قبل أن يفوز على ليفربول في ربع النهائي. أما تشيلسي فكان متصدر المجموعة الخامسة ونجح في التأهل من دور 16 على حساب نادي أتلتيكو مدريد، وذلك قبل أن يتخطى بورتو في ربع النهائي. يستضيف باريس سان جيرمان مانشستر سيتي مساء الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب بارك دي برانس قبل أسبوع من المواجهة الثانية بملعب الاتحاد مدينة مانشستر الإنجليزية. وتأهل باريس سان جيرمان على حساب حامل اللقب بايرن ميونخ بعد التعادل بنتيجة المباراتين 3-3، ولكن قاعدة الهدف خارج الأرض فقد قادت الفريق الفرنسي إلى نصف النهائي، بينما مانشستر سيتي فاز 2-4 نتيجة المباراتين على دورتموند ليضرب موعدا مع سان جيرمان. فاز فريق لاتسيو على ضيف ميلان بثلاثية نظيفة في إطار لقاءات الأسبوع 33 من الدوري الإيطالي، وبهذا الفوز ارتفع رصيد لاتسيو إلى 61 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ميلان عند 66 نقطة في المركز الخامس. تغلب ريال سويسيداد على فريق إيبار بهدف نظيف في المباراة والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني. وبهذا الفوز دفع رصيد ريال سويسيداد إلى 53 نقطة بالمركز الخامس المؤهل للعب في الدوري الأوروبي، فيما تجمد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز الأخير.
يؤدي استمرار جائحة كورونا وظهور المفاجئ للفيروس ولا سيما في اليابان إلى تعطيل الاستعدادات للألعاب الأولمبية وإذكاء الشكوك حيال إمكانية وصوابية استضافة الحدث المنتظر بين 23 من يوليو و8 من أغسطس المقبلين بعد تأجيله عام. لكن الآن وقبل أقل من 100 يوم من بدء الألعاب الأولمبية تواجه الألعاب تحديات كبيرة، أولها المردود العائد من تلك الألعاب وأهمها تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم. بدأ العد التنازلي لأولمبياد طوكيو الأصعب بين الألعاب الأولمبية، حيث يواجه المنظمون العديد من التحديات مع استمرار تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم، ما يؤثر على القرارات المتعلقة بكل شيء من سلامة الرياضيين إلى أعداد المتفرجين ومبيعات التذاكر. ويعد فيروس كورونا أكبر أزمة حالياً، حيث ترضخ دول مثل الهند والبرازيل تحت وطأة السلالات الجديدة وارتفاع أعداد الإصابات مؤخراً. وفي اليابان كانت عملية التطعيم هي الأبطأ بين الاقتصادات المتقدمة، بينما تكرر دخول طوكيو وخروجها من حالات من الإغلاق الناعم وسط مخاوف الخبراء من أن تكون العاصمة على أعتاب قفزة متفجرة في أعداد الإصابات. ونتيجة لذلك تم منع المتفرجين الأجانب من خارج البلاد، وكذلك تغيير مسار أجزاء من مسيرة الشعلة الأولمبية، ولم يقرر المنظمون بعد ما يجب فعله مع الجمهور المحلي. وقد تسبب هذا في تحديات كبيرة للمنشآت الرياضية ووكالات السفر التي تتصارع بالفعل مع قيود لمنع الفيروس. وفي المجموع سيتم استخدام 43 موقعا أولمبيا خلال الألعاب الأولمبية والمقررة في الفترة بين 23 من يوليو والثامن من أغسطس المقبل، والألعاب الأولمبية البارالمبية من 24 من أغسطس إلى 5 من سبتمبر، وعشرة مواقع مؤقتة وثمانية مواقع جديدة تماما. التحدي الآخر الذي يواجه المنظمين هو قرية الرياضيين، والتي من المتوقع أن تستوعب 15,000 شخص من أكثر من 200 دولة للتنافس في 33 رياضة في 42 منشأة رياضية. وخطط المنظمون لاستقبال 126,000 متطوع لرعاية الرياضيين والمتفرجين في جميع أنحاء المدينة، حيث لا يستطيع المركز الصحي المحلي رعاية كل هؤلاء الرياضيين المتواجدين في القرية الأولمبية. وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة الإنتاجية القصوى من المياه. الإمدادات الطبية تتدفق على الهند مع اقتراب وفيات كورونا من حاجز 200,000. وزير الدفاع الروسي يقول إن موسكو ستفعل ما يلزم لضمان أمن حدودها. وختاماً نحيط علم سيادتكم بأن تردد إكس نيوز الجديد هو 11785، أما معدل ترميز فهو 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي. كنت معكم أنا دانا مدحت وزميلتي دعاء جاد الحق. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.